احنا موجودين في مظهر مبهر في مركز شباب الجزيرة، وشايفين دي بس قاهرة وجيزة قليوبية، لكن كان في جولة في المحافظات ولسه هنكمل محافظات على مستوى الجمهورية. بدأوا بست محافظات لكن إن شاء الله هيكون في مراحل أخرى. تجربة كبيرة، تجربة الانتقاء، وتجربة إن في مشروعات قومية موجودة بتنضم زي المشروع القومي للموهبة والناشئين في الألعاب الأخرى، لكن كرة القدم كابتانو مصر، كابتانو مصر هيكون علامة مميزة كبيرة جدا. كل الشكر والتقدير للشركاء اللي موجودين كلهم، طبعا المتحدة يعني شراكة وطنية مع وزارة الشباب والرياضة، في توجيه دائم من فخامة الرئيس انتقاء المواهب في كل القطاعات، في المجال العلمي، في المجال التثقيفي، في المجال الشبابي، في المجال الرياضي. احنا كمان الماتيريال بتاعتنا او في الرياضة الموضوع بيكون مهم جدا، لان الموهبة تكتشف وتنمى. لو بنتكلم على النجوم اللي موجودين زي محمد صلاح، هو موهبته صبر عليها وحس بذاته ومشي وراء أسرته كانت دافعاه. نظام القديم شوية كان فيه نظام الكشاف، أنا بتكلم على مجال كرة القدم، لكن مع العصر الحديث والتكنولوجي والحاجات الكتيرة أكيد لازم يكون في برامج تانية، من ضمنها اهتمام وزارة الشباب والرياضة بهذا البرنامج مع المتحدة، وهو برنامج كابيتانو مصر. ويمكن انتقاء الاسم كابيتانو مصر عشان يكون ظله خفيف مرتبط بالكرة، لكن هو ليه معاني كتيرة جدا. يعني سألت الولاد انت عرفت ازاي، معظمهم قال البرنامج التلفزيوني والإعلام والإعلان، علشان كده احنا بنثمن هذا الدور واستمرار ان شاء الله واستدامة هذا المشروع. انا مبسوط جدا ان كنتوا مهتمين ان كنتوا تكونوا موجودين في الاختبارات، والاختبارات ديت حتى لو عدد مش كبير اتاخد، ده مش معناه انك انت ما عندكش فرصة تانية، هيكون فرصة تانية وتالتة ان شاء الله، وهيكون في كتير من الاماكن اللي هتتقبلك. شد حيلك مفيش واسطة، شد حيلك مفيش واسطة، يلا نشوفكم في الاختبارات ان شاء الله.